بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. سأل يسأل يقول عائلة كاملة ترى الجن صغار وكبار والبيت مسكون والعائلة مسحورة وهناك تعطيل الزواج للبنات وعندما علاجه وعند علاجهم من قبل الرقاة يشتد أذى الجن على الرقاة وعلى أهل البيت بالرغم تحسين المنزل وتغييرهم للمنزل القديم، ما العمل؟ العمل أن يغيروا الرقاة ولا يغيروا البيت، لأن الرقاة هؤلاء دخلوا، معلش في الكلمة، وأحدثوا فوضى. يعني الرقاة ليسوا على درجة كبيرة من العلم ولا من الفهم حتى أحدثوا هذه الفوضى. أن تراقي ومعالج مدام دخلت البيت، أقل أحوالك أن تأتي بانتعاش للناس، مش تأتي بويلات. إذا الإجابة أن يغيروا الرقاة ولا يغيروا البيت. الله أكبر، لا إله.